أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار الرؤى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إن شاء الله حنكون معاكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة، وحنرد عليكم على أحلامكم ورؤاكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كما عودناكم وإحنا في ميلاد أشرف الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا في ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وإحنا في ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا لما خلق سيدنا آدم وعصى ربنا وأكل من الشجرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كانت صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من توسل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم، لما نظر تحت ساق العرش وجد مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال يا ربي من هذا؟ قال هذا حبيبي محمد نبي من أمتك من أبنائك ولولاه ما خلقتك، نبي من ذريتك ولولاه ما خلقتك. فأول واحد توسل بسيدنا النبي سيدنا آدم، وأعظم مهر على وجه الكرة الأرضية إلى قيام الساعة كان مهر أمنا حواء، لما ربنا خلق لسيدنا آدم ستنا حواء جاء أن يقربها فقال له رب العزة لن تقربها حتى تؤدي صدقها، قال وما صدقها يا رب؟ قال أن تصلي على حبيبي محمد 100 مرة. يقول الشاعر وأبوك آدم إذ رأى حواء وقد زينت بأنواع الحلي والجوهر صلى عليك فكان ذلك مهرها والحور بين مهلل ومكبر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم، اللهم آمين. يقول سيدنا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي يوم الجمعة، احنا في يوم الجمعة 100 مرة، ايه اللي يحصل له؟ جاء يوم القيامة ومعه نور لو وزع على الخلائق لوسعهم. فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ناخذ الأستاذ حنان معنا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده بعد يا شيخ انا معايا كم حلم كده هقول لحضرتك ليهم وانت بقى بفصلهم. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. اول حلم حلمت ان انا دلوقتي انا جوزي طلقني، حلمت ان انا مع ماشيه في الشغل وجوزي جاي هو واخوه واقفين قدام الشغل، فانا بقول لواحده ست خبيني خبيني ده انا خلاص اتطلقت، امي قالت لي مالكيش دعوه بيه لو كلمتيه تاني انت حر، انت ولا بنت ولا اعرفك. رحت له قالت لي انت عايزه تداري، انا قلت لها انا عايزه اتداري مش عايزاهم يشوفوني، فخلوا بعد وقفوا معايا خلوهم يخبوني يعني. راحت جات لي خلاص تعالي انا هخبيك، رحت قلت لها خلاص ماشي. المهم رحت استخبيت. تاني حلم حلمت ان انا هيجوزوني واحد معاق، يعني معاق في مش معاق جسمها معاق ان هو مش هيخلف، ولازم مصممين ان يلبسوني الفستان، وكنت قعدت اعيط وقلت لهم حرام عليكم انت هتلبسوني واحد انا مش عايزاه انا مش بحبه، انا ازاي اخد واحد ده انا كنت بدور على الخلفه وانتوا بتخلوني اخد واحد ده، واحد ده عامل زي خالي يعني بقول انت ده عامل زي خالي عيان اللي ما اتجوزش الغدوه، حرام عليكم. قال لي انت هتاخديه انا هتاخديه. راح لبسوني الفستان ومكياجوني وصمم ان هم يدوه لي، فرحت قلت لهم انا هتودوني للشيخ، راح اقول للشيخ ده شوربة العده لسه ما خلصوش وهعمل كذا، قال لي مهما عملتي برضه هتاخديه. ودورت العياط وقمت من الحلم. في حلم تالت يا شيخ حلمت ان انا برضه ان جوزي اتجوز، وبقول لاخوه حرام عليك ليش بتدي واحده كده مش حلوه حرام عليك، قال لي انت خلاص سبتيه، وقال لي انا قاعده معاهم وبكلمهم والدنيا عتمت كده مره واحده والنطره مش عارف اتنطر يعني، فبقول يا الدنيا غممت خالص قد الدنيا دي ما انا وحشه كده لا، فراح قال له احنا خلاص انت كده اتفصلتي واحنا هنديله زي ما انا، وست كبيره خالص وشكلها وحش، وبقول له حرام عليك لما تبلغ اخوك بالطريقه دي. وجيت انا حلمت بنت خالتي
بعد كده بعد الحلم حلمت بنت خالتي بتدي شاكتني في الشغل، وورقه الورقه دي قالت لي الورقه دي هشككي فيها وكذبتني، فبقول لها حرام عليك انت هتشكيني ده، ولقيت عطت ورقه للناس في الشغل شكوى ولازم تتجازوها، فبقول لها حرام عليكم ما تغزوني ده. فواحده قالت لي روحي لها البيت دي بنت خالتك اللي شكت فيك، روحي لبنت خالتك وقولي لها يا بنت خالتي حرام عليكي ما تشكينيش في الشغل، انا ما عملتش فيكي اي حاجه وحشه. فروحت وقلت لها وقعدت ادور العيال، قالت لي انت شتمت ولادها، قلت لها والله ما شتمت ولادها. الحلم الاخير دي يا شيخ ان انا صليت استخاره ولقيت حلم ان انا حلمت بواحد وبيديني طبق فيه لحمه ورز وبيقول لهم حرام عليكم صباح حالها وده خليها توكل لابنها ده لعيالها ده حرام عليكم، وشاب حلو كده قال لي صباح ده انا اعطيت له طبق كده مليان لحمه ورز جامد خالص، والناس تقول له حرام عليك انت بتديها، لا ما تناش احنا قال انا اديها هي بس يا شيخ على كده. اتفضلي تابعيني. انا كنت كانت متزوجة قبل كده وشافت ان هي بتتستر منه مش بتتستر فيه، لان ربنا قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فلما يتحقق الستر بزوجها دون يبقى ده الانفصال اللي هي بتقول عليه. لكن لما تشوف ان هي تزوجت من راجل تاني وعقيم وهي بتعيط، الزواج سعة في الرزق، سعة في الرزق بدليل قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولما أشوف أن أنا وهي برضو بتبحث عن الذرية، علشان طب أنا نفسي في الذرية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهار. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، حولها 100 مرة. وأول حاجة حصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأجعل دعائه بين الصلاة على سيدنا النبي والاستغفار. شوف سيدنا زكريا إما ربنا اداله سيدنا يحيى قال إيه؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. حذكر ربنا وحستغفر، أي حول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قيام الليل وأنا في قيام الليل ربنا نزل لي في دعوة مستجابة أنا فيه. وقالت كمان إن هي شافت برضو بعد كده إن في الشغل وفي مشاكل عندها وبتكتب فيها شكوى. إحنا عايزين إن إحنا نصلح ما بيننا وبين نفسنا، بس قبل أي حاجة اصلحوا ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم عشان ربنا يصلح اللي بيني وبين عباده. لكن لما أشوف إن في شاب وإداني أكل والأكل رزق، كل ما في الأرض حلالا طيبة، الأكل رزق نوع من اللحوم أهي، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. والشاب دل على النصر لأن ربنا ذكر ذلك في القرآن، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فالنصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عليك بكثرة الاستغفار، وقبل ذلك أبدأ حياتي وأبدأ يومي بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. أستاذة فوزية من القاهرة تفضلي. أنا حلمت أن مامتي جات لي هي ميتة متوفية مات الله عليه، جات لي واقفة زعلانة قوي 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 وبتعيط، وبعدين بصت لي كده قلت لها أنا عايز أجي عندك، رحت بيساها وحضناها ودخلت وقلت لها اه طبعا تعالي ودخلتها. ده الحلم الاول. الحلم التاني كنت نايمة زعلانة قوي قوي، وبعدين فتحت عيني وبصيت لقيت قدامي على الحيطة كده صورة كبيرة للسيدة مريم بتضحك وبصالي، مش رسم ولا حاجة، كأنها حقيقة. وبعدين اختفت. بس تابعيني يا فندم. والدتي جات لي وزعلانه وانا طبطبت عليها وبستها ودخلتها عند البيت،
ده نوع من السلام. لما أسلم على والدتي ده نوع من الإيه؟ السلام. وإذا التقى المسلمين فتصافحا تساقطت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. وشوف ربنا بيقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فادخلوها خالدين. وتتلقاهم الملائكة برضو بالسلام. والسلام للحي ربنا غفر للذنوب، والسلام للميت حسن حاله عند ربه، ودخول البيت تحقق الستر. وأعظم ستر إن ربنا يسترنا في الدنيا وفي الآخرة ويحقق لنا الجنة. وليه أنا شفت البنت وشافت والدتها؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم، صدقة، ولد صالح يدعو له. ولما أشوف شافت على الحيطة تقول شافت صورة ستنا مريم، ده بيدل على السعة في الرزق. أيوة بيدل على السعة في الرزق. بيدل على زوال الهم. أيوة بيدل على زوال الهم. ده سيدنا زكريا اللي تكفل بستنا مريم، يدخل عندها المحراب يلاقي فكهة الصيف بتاعت الشتاء، فتكة الشتاء بتاعت الصيف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيقن سيدنا زكريا أن البركة في المحراب ده بركة ستنا مريم. هنالك دعا زكريا ربه أنه عاوز الذرية، فربنا أعطاه الذرية ستنا مريم اللي يشوفها سعة في الرزق وزوال في الهم واستجابة دعوة. والله أعلى وأعلم. أستاذ أحمد من القاهرة تفضل. أستاذ حضرتك يا شيخ ربنا يبارك فيك بخير الحمد لله. في حلم، يعني حلم كبير كنت عارف حضرتك، فهمت ان لما كان اربعة جاي اول فيها جابها بلد كتير شواهد وكده، وبعدها فتره باسبوع كده حلمت نفس الحلم. شوف في حته فيها شبكه يا استاذ احمد مش سامعك كويس. سامعني كده عشان اتفضل. بقول لحضرتك زوجتي حلمت ان والدها جاب لها بلح كتير وبيقول لها فصاصي يا فصاص وبتحط في شوايل و والدها اداها بلح وايه؟ قال لها فصاصي. ده ايه؟ بتفصص البلح. بلح ايوه، بلح وايه تاني؟ كده ف الرؤى دي يعني اسبوعين ورا بعض. ده جميله جدا يا استاذ احمد. يعني ايه حضرتك والدك عبي عبي وجاب في البلح وقول لها عبي. من البلح ده. طب تابعني يا شيخ، تابعني ماشي. البلح ده رزق. البلح ده ايه؟ رزق. عندنا دليل؟ ايوه عندنا دليل. بسم الله الرحمن الرحيم: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. وربنا قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، سعة في الرزق. والله أعلى وأعلم. أستاذة أمينة من اسكندرية تفضلي. ازيك يا أستاذ موسى؟ ربنا يبارك فيك بخير يا فندم. والله الله يكرمك. رؤية واحدة جارتي حبيبتي شافتها وعايزة أقول لك عليها. تفضلي يا فندم. هي بتقول حلمت إن هي بتها متجوزة مع عيلين، بتها دي في حتة زي الهايبر كده أو فتح الله أو كارفور في مكان، فعرفوا إن في ناس بيحجزوا للحج. هي كانت عاملة حج قبل كده ونفسها تعملها تاني، فهي بتقول وكويسة وبتصلي وما بتسيبش فرض وكده وبتعمل خير كتير. المهم بتقول لك جت بتها بتقول لها أنا خلاص حجزت لك يا ماما وخدي التذكرة الورقة أهي. ففجأة كده وهي قاعدة بتقول في موبايل مش عايز يشتغل، لا لا عشان يقول لكم على طريق الحج ومكتوب فيها يعني ايه طريقة الحج وكده. فالمهم لما صلى على رسول الله بدون صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بتقول قالت لها لا بس انت حطيه في الفيشة والجهاز ده يشتغل. قالت لها ما انا عارفة مساجد يعني حاجة الحج يعني اللي هو بيعمل اللي هم بيعملوا المساجد دي بتاعت الحج يعني عارفة ايه؟ عارفة بيعملوا ايه يعني عشان عاملها قبل كده. فبتقول لك فجأة كده لقيت نفسي قاعدة بنص كم
بقيت محروقة. طب أنا إزاي رح أعمل حجة وأنا جلبسة بنص كم وبتها شايل عيلة صغيرة مش بتها، يعني بتها معاها بتها حلوة كبيرة في سنة أولى وعيل صغير، بس بتها شايلة بنت في الست دي بتحل مشاكل الناس؟ آه. طيب تابعين مفيش أي مشاكل. ماشي ماشي حاضر. الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والله قال ومن دخله كان آمنا. وأعظم بشرة أنا بأخذها في الدنيا لما حد يسمع أنه رايح يحج تبقى الفرحة ما فيش بعد كده، لأن بيرجع بأمر الله من ذنوبه كان والدته أمه. لكن لما أحط أنا أي حد، أنا مثلا جاي من الشرقية دلوقتي كنت حاط الموبايل في الشاحن ياخد فترة علشان خاطر أن أنا هتكلم بيه، ودي دي خارج الرؤية. إذا كانت الآلة اللي أنت بتستخدمها لازم تحطها في الشاحن، يبقى أنا لازم يبقى عندي شحن إيماني أن أنا أول ما أصحى هصلي على سيدنا النبي 100 ربنا هيصلي عليا بها 1000. طب هصلي على سيدنا النبي 1000 ربنا هيحرم جسدي على النار. طب هذكر ربنا 100 هاخد 1000 حسنه. 1000 حسنه بالرصيد بتاعي انا اشحن ده لكل واحد بكلمه، اشحن الباقه بتاعتي عند ربنا ان انا ازود رصيد حسناتي. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما ندمت على يوم الندم على شمس غربت فيه، غربت الشمس فيه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. الصحيفة بتاعتي دي مش هتعود إلى يوم القيامة. عارف تقدر تحصنها بإيه؟ كتابك. تقدر تحصن كتابك كل يوم بإيه؟ هحط فيه بس 100 صلاة على سيدنا النبي الصبح ومية بالليل. حصنت كتابي 100 صلاة على سيدنا النبي، ده يوم القيامة إذا وضعت حسناتك وسيئاتك في الميزان فترى أن سيئاتك ترجح على حسناتك، فترى صحافا بيض تأتي من قبل المولى عز وجل لا سلطان للملائكة فيها. صحاف بيض تأتي فتوضع في كفة حسناتك فترجع حسناتك على سيئاتك، فيقول لك رب العزة عبدي أتدري ما هذه الصحاف البيض؟ قال يا ربي أنت أعلم. يقول هذه صلاتك على حبيبي محمد ادخرتها لك وجعلتها اليوم نجاة لك. والله أعلى وأعلم. ناخذ الأستاذة نجاة من الألوبية، تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، أنا حلمت إن سنتي يعني ليه اللي زي الناب دي، يعني أنتوا متفحمة كده وسودة ويعني وسودة كده ومتكسرة، فزي ما كون دكتور كده خدني وراح صلحها لي وعمل لي خلاها لي حلوة قوي، واسناني كده بيضة وبقت شكل حلو وسنتي حلوة قوي. ده جميل جدا يا استاذه نجاة، ده زوال هم ليكي. بس انا بوصيكي بحاجه. ان انا دائما اكثر من الصلاه على سيدنا النبي واصلي الفروض في وقتها. عندك حاجه تانية؟ اتفضلي. والله اعلم. ام محمد معانا، اتفضلي. ايوه يا باشا، انا شفت رؤيتين، رؤيا ان والدتي دي متوفيه. ربنا يرحمها يا ست. يعيش تعيش وترحم يا سيدة. وبقول لأختي اطلع على السلم وخلي بالك من أختي، فأختي عمالة تصوت وتقول لي لا لا أنا مش هطلع لها. ده أول رؤية. وتاني رؤية حلمت إن ابن سيلفي جايب لي ولاده اللي هو ابن أخو جوز، وقال جايب لك إيه؟ جايب لي جاي ضيف عندي هو وولاد. قال أنا معاه بنتين وولد، أنا خدت البنت الصغيرة شلت على كتفي، وبعد كده بيقولوا لي ده جاي على غدا، قلت ان شاء الله غدا الحمد لله عندي الخضار بس ان شاء الله.
بس مش عارفه اجيب له لحمه. بس قال لي ده انا لو سمحت يا مرات عمي ده انا هطلع العيال عايزه تشطف اطلع يشطف. قلت له حاضر بس مش عارفه اجيب له لحمه ولا اجيب له فراخ، انا محتاره وجلبت الصيد. اتفضلي. لو سمحت بعد الفصل والنبي لو سمحت عندي كلام عايزه اقوله للحاضر بعد اذن. اتفضلي يا برضو ما اشوف والدتي انا على السلم او اطلع او هتحرك او عاوزاني. ما زلنا نقول حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جريه، ولد صالح يدعو له. اما الست المحترمه ما يخش عليها ضيف، الست راحت تشتكي يعني بتشتكي جوزها يعني انت كل يوم جايب له ضيف، فراح يقول لسيدنا النبي قال له انا ضيفكم النهارده، أخبر زوجتك. لكن كلها تنظر عندما أخرج من البيت، فدخل النور حضرة الرسول إلى ذلك البيت وعمت فيه الفرحة وترك فيه سعادة، وأخذوا أمنا وأمانا أن جلسوا بين يديه سيدي وحبيبي ونور عيني ورحمة الله العالمين وأعز إلي من نفسي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل معهم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت وقال لزوجة الرجل أن تنظر، فنظرت فإذ بعقارب وحيات وقاذورات تخرج من ذلك البيت، فقال لها ماذا رأيت؟ قال رأيت عقارب وحيات وقاذورات تخرج من البيت. قال لها هكذا إذا حل الضيف ببيت ارتحل بذنوبهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ بشروه بالذرية. فاصل انتظرونا بعد الفاصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم آمين. معنا مين؟ أستاذة لارا من القاهرة تفضلي. ألو ألو. تفضلي يا فندم أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنا كنت عايز أقول لحضرتك، هو أنا أول حاجة أنا لسه حجيبة جديد وكل الاحلام بتاعتي ان الطرحه بتطير مني، فالحلم ده ان انا نازله مع امي في الشارع وماشيه كده معاها وفجاه لقينا خالتي وبنتها الكبيره واقفين قدامنا وماشيين، فانا قلت لها لا لا هتشوفوني بالطرحه، وبعديها فجاه لقيت نفسي لابسه شورت وعادي من غير طرحه، فضلت اجيب اي طرحه من اي حد واعملها كانها في الطرقه واعملها اي حاجه علشان ابقى لابسه كويس يعني ابقى محجبه في الشارع. ده اول حلم. تاني حلم امي هي. طيب يا لارا. نعم. زي ما انت متحجبه كده ده ستر ليكي. اه خلاص. اه هو في بقى حلم تاني. اتفضلي. ماشي. تاني حلم امي هي اللي حلمته، حلمت ان هي داخله اسانسير ودخلتني انا وابويا واختي، فجاه لقيت طفل مره واحده كده على كتفها، فقالت ايه ده هو ايه الطفل ده، وفجاه كده انا اسفه يعني سوري في الكلمه عملت تويلت. تمام. فهي اصلا امي في الحقيقه بتسعى يعني الحمل وكده، بس هو كده حلم خلص. طيب ده بشرى بالحمل يا رب واستجاب الدعوه، لان الطفل الله يقول فبشرناه بغلام حليم، والاسانسير صعود، والصعود ربنا ذكره قال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله اعلى واعلم. استاذه اسماء من الشرقيه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت شفت رؤية قبل كده، شفت إن أنا في كنت قاعدة في مجلس
كان في ستات بس لما يكون كان في فرح او حاجه، وكانت صديقتي قوي يعني هي اعزب فيها ليا، كانت بتدور تلاقي الرقصه قلت لها لا مش عايزه. ف صديقتك قالت لك ايه؟ كانت بتدور بس ما كانت بتزين لا اسمعها، فانا قلت لها لا مش عايزه ومكسب، بس ما كانش في موسيقى زي ما يكون المكان اتحول لحلقه مسجد، احنا قاعدين في المسجد وانا زي ما يكون الاستاذه بتاعتهم، فهم كانوا بيقراوا وانا بصحح لهم القراءه. فجاه لقيت حد بينادي عليا بيقول لي قومي كلمي الدكتور زكري نايك. فروحت فعلا قمت من المجلس راح اكلم الدكتور زكري نايك، فمد ايده للسلام فقلت له انا اسفه ما سلمش على الرجاله. فروحنا نازلين من المكان دون، فقال لي انت عايزه تدعي عشان ابتغاء وجه الله ولا عايزاه عشان شهرة؟ فقلت له ابتغاء وجه الله، بس من جوايا كان الاثنين يعني، من جوايا كان بيقول الاثنين. فقال لي امشي المكان دون، فمشيت فعلا المكان دون، لقيت زي ما يكون مكان كده مليان زرع، بس الزرع اللي هو الاصفر دون، وما لقيتش ورايا المكان اللي انا كنت فيه خالص. فلقيت المكان ده بتقول مليان ايه؟ اللي هو الزرع الاصفر اللي هو بيكون مثلا عامل زي السنبله بتاعت اللي هي الشعير دي. اتفضل. فراح قايل لقيت فيه ثلاث طيور بس شكلهم قبيح جدا، فقعدت اقول اعوذ بالله من الشياطين، مع كل مره كنت بقول اعوذ بالله من الشياطين مكان ثلاث طيور، قلت اعوذ بالله من الشياطين ثلاث مرات، كانت بتطير وتروح جايه محروقه في مكان، بتطير وتروح محروقه في نفس المكان. فطلع من المكان ده وانقفت طلع يجي ورايا، فحاولت طلعت بعد ما طلع يجي ورايا، فقابلت عمي ناصر، هو في الوقت الرؤية ما شفتها ما كانش متوفي، بس هو دلوقتي الله يرحمه رحمه الله يعني اللهم امين. ف خدني وقال لي ما تخافيش، وداني قال لي انزلي المكان دون، فنزلت فعلا المكان دون، لقيت فيه زي ما يكون خضره مليان خضره كتير، المكان مليان خضره كبيره جدا، وقال لي ما تخافيش بس اهم حاجه انت ما تكونيش عملتي في العهد عملتي مضيتي على حاجه. فزي ما يكون كتاب طاير جه اتفتح قدامي، شفت امضيتي وراح محطوط تاني وراح طيب مكان نفس تاني، مش عارفه ايه تبعي المجلس لما يكون كله نساء وفيه ما بعض ان انا نوع من الزينه نوع من السعاده، رؤيه النساء هي دنيا، بدليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي امراه متزينه ونادت على سيدنا النبي فقال من هذه جبريل؟ قال هذه هي الدنيا. ولما اتحول واكون في مسجد الناس في صلاتهم والله في قضايا حوائجهم، طيب وأنا بقرأ القرآن في المسجد، سماع القرآن يدل على البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقراءة القرآن تدل على العصمة، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، والسير يدل على الرزق لأن الله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولما أشوف أن أي حاجة بتقدم عليا وبتتحرق وربنا بيصرف عني كل حاجة وحشة، مش هيصرف عني أي حاجة وحشة إلا لما أكون في طاعة، ولما بأجري وأنا في مكان ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. القميص الواقي اللي أنا ألبسه، أذكار الصباح والمساء أحافظ عليها، صلاة الضحى أنا عندي في جسمي 360 مفصل بعدد أيام السنة، صلاة الضحى هصلي ركعتين ده زكاة كل مفصل، هاخد سبع تمرات، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر في يومه، حافظ عليهم كل يوم، أذكار الصباح والمساء، أجعل لي ورد وحافظ على طاعة ربنا وحافظ على الفرض في وقته، أحفظ لساني بعيد عن الغيبة والنميمة، أستخدمه في الطاعة وفي الذكر، أستخدمه أن أنا أخذ رصيد مش هاخده من البنك، ده مدخر لك عند ربك والله أعلى وأعلم. أستاذ إبراهيم من الشرقية تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مراتي حلمت حلم فقالته لي فانا خفت قوي فقلت لازم الشيخ موسى هو اللي يفسره. اتفضل يا حبيبي منين؟ دخلت الجامع تصلي فلقيتني واقف واتجاه القبله والميكروفون محطوط والمصحف
بتبص الناحية التانية لقت الإمام والناس كلها بتصلي، فإحنا عكس بعض. طيب خليك معايا يا أستاذ إبراهيم. معاك. أنا لما بشوف إن أنا بصلي في القبلة ده دليل على إن أنا على الفطرة السليمة، ودليل إن أنا على الصح، والمصحف حفظ ليا. طيب الناس اللي بتصلي خلاف القبلة، من بشرك إن ربنا هيكتب لك زيارة بيت الله الحرام أنت وزوجتك، لأن إحنا بنصلي في كل اتجاه فيه بيبقى قبلة، وأنت لما تبقى واقف إمام يبقى أنت هتكون أنت مسؤول عن المجموعة دي، وهتروح بناس لبيت الله الحرام، وهيبقى في طاعة، لأن القرآن حفظ، والقرآن شفاء، والقرآن أمن، والقرآن هداية. ولما أكون أنا إمام للناس دي وإمام للناس وهي بتصلي عكس القبلة، إن أنا بصلي ده لا يجوز إلا في بيت الله الحرام، يبقى هيكون لي نصيب، إن أنا هاخد مجموعة معايا وهذهب بهم إلى بيت الله الحرام، وهذه بشرى بزيارة بيت الله الحرام، والله أعلى وأعلم. شكرا. أستاذة إيمان من الفيوم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي يا شيخ. مليار صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب تزور النبي كده يا شيخ يا رب. اللهم امين. أنا نحن واياك المسلمين. انا معايا حلم ومعايا طلب بعد اذنك، انا عايزاك بعد الحلقه بعد الحلم يعني. التليفون خديه من الكنترول تحت امرك. ماشي. انا معايا حلم صاحبتي، انا دلوقتي ست مطلقه. صاحبتي حلمت ان انا معايا بنت، وبتقول البنت دي بتوكليها وقاعده تقول ده تتكلم وتعمل، فبقول لها بسم الله، هي معاها وقت، فبتقول لي الواد ابني غضبت ما اتكلمش، وبنتي طلعت انا بتتكلم، وقاعده الغيها كده، وقاعده في اوضه بصلي بقى على نفسي، وقاعده اقول لها هي بتتكلم وبقت حلوه اهي. طيب ماشي يا شيخ، بعد اذنك انا عايزاك، انا ضغطي مطلقه ونفسيتي تعبانه، فانا عايزه تقول لي على حاجه ان انا اعملها، وعايزاك بعد الحلقه بعد اذنك. طب ايه يا استاذه؟ اتفضل. تليفون من الكنترول اي حد يدور. الطفله فإذا بشر أحدهم بالأنثى، ربنا جعلها بشرة، لكن أنا أرضى أو أعترض دي بتاعتي أنا، إنما ربنا جعل ده عطاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، إذن هذه هبة من الله، ولما أشوف الهبة دي إن هي بتتكلم يبقى ربنا أذن لي اكتملت البشرة. ليه؟ لأن الطفل ما ربنا يدولي بشرة، أو الطفلة، ليه أنا ما أجعلش لنفسي كده كل يوم يا أستاذة إيمان أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأحط الدعاء بتاعي بين الصلاة على سيدنا النبي، كل الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترد، وإذا أردت أن يستجاب دعائي فأنا بجعله بين الصلاة على سيدنا النبي، لأن الله يقبل الصلاتين وأكرم أن يدع ما بينهما، والله أعلى وأعلم. أستاذة سامية من ضميات تفضلي. أيوة سيدنا الشيخ. تفضلي يا فندم معاك. أنا حلمت حلم كده عايزة حضرتك تفسره لي. تفضلي معاك يا فندم تفضلي. ماشي يا دكتور. أنا حلمت إن أنا في الحلم أنا ست كبيرة عندي 70 سنة. يا أمي ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك. فأنا حلمت حلم كده إن أنا قاعدة ونصي تحتاني عريان كده لمؤاخذة، وجوزي قاعد جنبي. وبعدين خرج أخويا من أوضة كده فشتمه، وأخويا متوفي رحمة الله عليه. وبعدين برضك، فأنا قمت بقى خرجت اوضه تانية فلقيت نفسي لابسه هدوم طويله الحمد لله. فلقيت برضك، بس شفت اخوات جوزي بقى المتوفيين داخلين عندي. بس تابعيني يا فندم. طيب ماشي. دو اللبس يتحول من دون ساتر الى ساتر ولبس طويل، ادركوا امن وامان. ايوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيكلمه في القرآن يقول له يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والغرفة المغلقة
تدل على إدراك الأمن والأمان، لأن الله قال وهم في الغرفات آمنون، والله أعلى وأعلم. أم ردينة من الأليوبية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا والدي متوفي بقاله 40 يوم وبنتي رحمة الله عليه. بنت عمي حلمت لي حلم اللي هو كان ماسكني في إيدي وبيعديني طريق، بس مش عارفة هو إيه الطريق ده، بس بتقول لي أنت كنت أمورة قوي. ووالدتي طيب يا أستاذة، أستاذة ده زوال الهم ليكي واستجاب الدعوة. ايه تاني عندك؟ وجدي لوالدتي 3 أطباق فاكهة، قال لها دولت لوحدك ما تديش حد منهم. طيب والفاكهة للحي رزق وللميت تدل انه في الجنة. عارفة ليه؟ ليه؟ لأن الله قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وربنا قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فهذا يدل على أنه إن شاء الله في الجنة، وعلى الرزق الحلال لوالدتك وإدراك الأمن والأمان ليك واستجابة الدعوة، والله أعلى وأعلم. معانا أم نور من الدهلية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندي رؤيتين صغيرين يا شيخ. اتفضلي يا فندم. أول رؤية حلمت إن أنا واقفة في مكان زي وادي وحد بيقول لي ده جبل سيدنا موسى، ببص لفوق ورفعت راسي لفوق قوي لقيت جبل ده جبل سيدنا موسى ومنحوت عليه شكل سيدنا موسى. الرؤية التانية حلمت إن أنا بدعي وبقول ربنا يعطيك ويعطيني، لكن الشخص اللي أنا بدعي له ده مش عارفاه. اتفضلي. تابعيني. الجبل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا سبات. ولما يكون لسيدنا موسى والله يقول وكلم الله موسى تكليما، وهذا كان على جبل الطور في سيناء، وهذا يدل وهي شافت في مكان تاني ان هي بتدعيه مع احد، هذا يدل على استجابة الدعوة، لأن سيدنا موسى لما دعا ربنا قال قال قد أجيبت دعوتكما. طب ربنا قال قال قد أجيبت دعوتكما وسيدنا موسى اللي دعا؟ قال لك علشان سيدنا هارون أمن، والتأمين هنا نص الدعاء بيتم بالإجابة. ولذلك اللي بيصلي من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن الدعاء هذه استجابة دعوة لهذه الست الصالحة، وبتدل على القرب من الحق سبحانه وتعالى، وبتدل شوف الجبال والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والله أعلى وأعلم. معنا مسلم من الدهلية تفضلي. ايوه يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا شفت يعني بشوف لابني عروسه فناس قالوا لنا على واحده يعني. اتفضلي. فحلمت يوم ما قالوا لي عليها ان في عروسه جايه كده محو وداخله على العماره كده، ف شايفه ان الفستان بتاعها واسع قوي حلو، بس ولابسه الفستان والطرحه يعني، وبعدين لقيت في رجليها حاجه من تحت، الحاجه ديت عباره عن قصريه ورد زرقاء وفيها ورق اخضر كده، يبقى تدل على ايه؟ اما اشوف الفستان واسع عليها والستر يبقى هيكون فيها رزق كبير، يعني يبقى كويس يعني الستر. الستر يعني شافت الفستان كان واسع عليها ولا ضيق ولا قصير؟ واسع وفي رجليها بقى حاجة من تحت عبارة عن قصرية زرع فيها ورد. طيب والورد ده مش نوع من الريحة الحلوة يا حاجة؟ طبعا.
طيب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حامل المسك ونافح خلكير، حامل المسك اما ان انا اشم منه ريحه طيبه او اشتري منه الريحه الطيبه. ايوه. طيب والفستان اما يبقى مكتمل مش ده ستر؟ اه طبعا. ولما يبقى واسع مش تبقى سعه؟ ايوه. وربنا قال هن لباس لكم وانتم لباس. ايوه لهن. كويس. وبيدل على ادراك الامن والامان. لان سيدنا النبي في القران ربنا قال على لسان سيدنا النبي ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين. ان شاء الله فيها خير كبير جدا. ولكن لما تيجي تدعي لابنك العريس او للعروسه اللي انتم مقدمين عليها اجعلي دعائك، وانا بقول لك من منبر المحور بين الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تحت امرك والله اعلى واعلم. ام محمد من الشريعه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا فندم بخير. خليك. انا عندي رؤيه بدي اقولها لحضرتك. اتفضلي يا فندم. انا كنت ماشيه في مكان والمكان دي في رمله، والرمله دي انا لقيت على وشها مشتين سمك كده، فبفحر اجيبهم، كل ما امد ايدي اجيب سمك كمان كمان كتير كده. تابعيني يا فندم. السمك ده وهو لم يكن في الماء بل كان في الصحراء او في على الرمال، ده رزق انا هاخده وسهل، لان انا من السهل ان انا باخده. والسمك ده ربنا قال عليه ايه؟ ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. السمك الوحيد اللي ما بيصيبش بامراض، ان انا لما باكله ببقى كويس، ما بيجيش لما اللحم نقرص من الحاجات دي، يبقى لحم طري وستر ورزق انا هاخده. ايوه ده سيدنا عيسى لما قال اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين، كان سمك برضه. والله اعلى واعلم. قبل ما نختم، وناس كتير كانت بتكلمنا علشان أولادنا اللي بيذاكروا، قالوا لي إن إحنا الأولاد بيذاكروا وبينسوا. طيب أنا علشان أنا أذاكر وما أنساش أصلي على سيدنا النبي. أنا عايزك تجعل الصلاة على سيدنا النبي في حياتك كل شغلك الشاغل، ذكر ربنا والصلاة على سيدنا النبي، والله ترى العجب العجاب في الدنيا والآخرة، يزول همك ويسدد دينك وترى السعادة وكل ما يخطر ببالك ربنا يحققه لك حبا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اولادنا اللي بيذاكروا، اللي احنا النصيحه اللي هنقول لهم هيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما اقدر. لو صليت 10 وقلت بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه من لدنا علما وقل رب زدني علما ففهمناها سليمان وقل ان اتينا حكما وعلما سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. وحدعي بالدعاء اللي انا عايزه، أختم بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان أنا ربنا يفهمني. ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 3 عصرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.